يعني شفت الموت يعني بيه. يعني سخونة عندي وصلت يعني 39 وصلت درجة حرارة، حرقة بنت العوم نحول بالجسم، يعني الله الله لا راوي البشر استاذ. فقصت اخي قلت خلينا نروح مستشفى بعد ما اقدر. رحنا المستشفى كاظمية، اخذوا لي مسحات، طلعت النتيجة عن الصبح، راح طلعت النتيجة الظهر العصر حوالي، قالوا بيك بايرون، يعني طلعت النتيجة موجب. مستشفى الفرات بقيت حوالي 12 يوم. العلاج كابتن كيف كان العلاج؟ كيف كانت الاهتمام الطبي؟ يعني انا كلش ممنون من مستشفى الفرات، يعني دور جاسم الحكامي مدير صحة بغداد اللي اتصل بي، يعني اتصل بي السيد الوزير الشباب والرياضه استاذ احمد الرياض كان قبل الكابتن عدنان درجان، اتصل بي هاتفيا وقال انا راح يعني اتابع حالتك، انت ضمن ومدرب في الدوري العراقي وان شاء الله ما قصر يعني، وراح اوجه كتاب شكر وتقدير لهم. الناس ما قصروا وياي يعني، خاصه يعني كان دكتور شاسر يتابع حالتي يعني، والدكاتره الناس ما قصروا وياه يعني، خاصه يجون انت الكابتن انت الرياضي يجون يطمنون على صحتي، ويعني يعني كلش ممنون منهم يعني، ما ساووا.